تمام مساعدة تأهيلي المركب الجهوي للحوم الواقع ببلدية البوني ولاية عنابة، وذلك بعد توقفه عن العمل لمدة تفوق 20 سنة. المركب سيوظف أزيد من 100 عامل في جميع التخصصات البيطرية والتقنية. وللإشارة فإن هذا المركب يعد الثاني في الجهة الشرقية للوطن والولايات المجاورة بعد مذبح عين مليلة. بديس قدادرة وعبد النور بلونيس. لنا حرب، انا بديت ان شاء الله بهذا المذبح نتاع سيبوز هذا اللي راه متفرج فيه الصور الشرعيه، راح قرار شجاع بلا راح تكون فيه مشاكل، وانما قرار شجاع نغلقوه نغلقوه باش يعني تكون يعني فيها بصفه اراديه الذبح على مستوى هذه المؤسسه هذه. نحن بصدد المراحل الاخيره للعمليات التجريبيه لانطلاق في النشاط إن شاء الله خلال أيام قلائل بعد رفع التحفظات المسجلة خلال العمليات التجريبية السابقة. هذا نحن بصدد هذا العجل، هذا أستاذنا الفاضل هو للذبح حاليا في إطار العمليات التجريبية التي نحن بصدد.